نتكلم اليوم على القضية الأمنية، وهذه قضية تهم شريحة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي. كثرة المخدرات، نطالب الجهة المعنية ممثلة بوزارة الداخلية بأن تكثف جهودها بكل ما تمنيه من طاقة. القضية الأمنية هو الهاجس الكبير في جميع أبناء الشعب الكويتي. القضية الأمنية ما بيننا وبينها إلا جسر واحد، قضية جليب الشيوخ يا أخوان. قضية جليب الشيوخ، كل رجل مجرم يدش هذا المعتقل، مخالف الإقامة موجود، راعي المخدرات موجود، المجرم موجود. أنا مو أنا اللي أقوله، أنا من فم كدينك يا مدير أمن الفروانية تقول لي إحنا آخر الليل بعض الأماكن في جليب الشيوخ ما نقدر ندشها. عسى ما شر، احنا وين قاعدين؟ في شيكاغو؟ احنا بالكويت. في حل يا حكومه، قومي بتثمين جليب الشيوخ كامله. شو تكلف الدوله؟ ولا شيء. واللي يقول رعاه مثلا من دهنه قليله ثمنه وتبي تبيعه وبيعه، حطه سكن خاص، حل القضيه الاسكانيه، حطه استثماريه، حتى منظر جمالي لجميع من يجي مطار الكويت يطلع يشوفه قدامه. يا رجل هذه المنطقة قدام نادي جابر الأحمد، أستاذ جابر أفضل أستاذ على مستوى الكويت، منظرة ما يليق. معقولة هذه القضية ماني قادر أحلها وتقول لي وقف يا سعد خنبور؟ لا والله ما راح أوقف، أوقف والله. أبو علي للرجال اللي منك اللي عطنا العلم الصحيح اللي يهم مصلحة وطن المواطن، قال أبشر أبو علي باكر ينفذ الأمر. هذا نقول له أبشر يا أبو نواف، نصير لك حزامك المليان في الشدة والرخاء.